شارك لتصنع الفارق في حياتك. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين بحلقتنا اليوم من برنامج بكره لك، معي انا معاذ غباشني على شاشه A1 TV. اليوم رح نستقبل معنا بالحلقه الانسه رموز صادق، صاحبه شركه مرايتي، عشان تحكي لنا عن قصه نجاحها وقديش عم بيعملوا بزنس باشياء جديده وغير تقليديه، وكيف نقدر نتغير من نقطه لنقطه مع تغير التحديات. برضه رح يكون معنا الاستاذ خوالد حميدان المحامي اللي رح يحكي لنا عن كثير اشياء بتهمنا انه نعرفها لاي شخص بده يفتح شركه او بده يفتح مشروع. حلقه كثير مميزه، تابعونا فيها. يا جماعة اليوم زي ما حكينا لكم رح نستقبل قصة نجاح ملهمة، إشي مميز عم بنعمل اليوم بالسوق الأردني وبنعمل بكثير أسواق عالمية، لكن عم بنعمل بطريقة جدا مميزة. عشان نحكي عن المشروع رح نستفيد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة مرايتي رموز صادق. مساء الخير. أهلا، مساء النور. رموز، اللي ما بيعرف في مرايتي تحكي لنا هيك اختصار او لمحه سريعه عنها، ايش تشتغلوا بالضبط؟ مرايتي تاسست في 2017 كشركه بتقدم خدمات تجميل للسيدات في المنزل. حلو. بنفس طريقه نقول اوبر وكريم على التطبيقات. أوكي. بتطلب حدا بيجي لها على البيت بيعمل شعرها بيعمل الكير تبعها. اليوم مرايتي بتعمل نفس الخدمات. أوكي. بالاضافه لخدمات الستايلينج والميك اب للتي في للبرامج التلفزيونيه للمسلسلات، وايضا بيع المنتجات. صار في عندنا شيء اسمه مرايتي ستور. حلو، ممتاز. يعني اوريدي انتم اليوم عم بتشبكوا الزباين الصبايا الستات بالفنيين والاشخاص اللي شاطرين بمجال الميك اب واشياء تمام. متعدده بتخيل، والبلاتفورم هاي عن طريقها بيقدروا ياخذوا الخدمات تبعتكم المميزه. وصار في حسب ما فهمت المنتجات وسعتوا وصرتوا بالمنتجات. حاب هيك اعرف عن رموز صادق بالضبط، يعني كيف كانت بدايتها، كيف وصلت للمرحله هاي بال2017 قررت تعمل الفكره هاي اللي اليوم صارت بزنس ويعني شغل عم بيجيب أرباح عم بتزيد وبتزيد ما شاء الله. الحمد لله. بالعادة الناس تتخيل ريادي الأعمال حدا لابس هودي وجينز وطالع من الجامعة. بفكرة أنا يمكن العكس تماما، أنا بلشت حياتي بالشركات الكبيرة. حلو. الشركات الإقليمية وحتى العالمية زي ما بيحكوا كوربريت كيد. أوكي. وكنت بشتغل على السلم الوظيفي زي أي حدا في الأمان الوظيفي تبعي بشغلي، ومديري مبسوط والزباين مبسوطين كل حدا مبسوط. بس مرق تقريبا 13-14 سنة قلت بعدين يعني. أوكي. ما هو سقف هذا الإشي، لوين ممكن أروح؟ أوكي. وبلشت أشوف أفكار جديدة عم تطلع، حسيت السوق جاهز. صح. يستقبل هاي الأفكار. يعني بمجرد ما تشوف قصص نجاح تانية بتحكي أنا كمان جاهز. عم بتشوف أصحابك عم بيأسسوا شركات عم بينجحوا بيلهموك، والحمد لله أنا حولي كان ناس ملهمين. قدرت أتشجع وأخذ هالخطوة، خصوصا انه قبلها كنت في شركه رياديه. حلو. اللي هي جيران.com. اكيد طبعا. وشهدت كيف انه الواحد ممكن يفتح شركه ويصير ويكبر ويتوسع في بلدان ثانيه، فحسيت السوق جاهز وانا جاهزه وقلت يلا ننطلق. أوكي. ومع انه انا حدا دارس كمبيوتر ساينس كثير بعيد عن قطاع التجميل ما له دخل بس حبيت ادخل. أوكي. لانه حسيت انه هذا قطاع لسه مش مخدوم، لسه التجميل. أوكي. مكلف، لسه وجع راس، لسه الستات عم تشتري منتج غلط، فقلت ممكن بالاضافات تبعوني نقدر نقدم قيمه مضافه للست تكون سعيده بهاي الخدمه. حلو حلو. طيب يعني ما بعرف لما بلشتي بموضوع المشروع هذا بداية 2017 يعني بتخيل يمكن كنت محوشة شوية فلوس عشان تعمل الشغلة هاي؟ ما في. بدينا الفكرة بفعليا صفر.
صفر صفر. حطيت اعلانات على فيسبوك، اوكي، بوستات حتى ما كانتش مموله، أوكي. حطيت عليها رقم تليفون انه أوكي. اتصلوا بنا اذا اردتم خدمه المنزل. هيك هيك لا عملنا ويب سايت، لا عملنا تطبيق، ومع انه انا بقدر اعمل ويب سايت، أوكي. بس كنت اشوف هل فعلا الفكره اللي في راسي ستنجح ولا انا بتخيل ولا اروح اصرف كل هالمصاري واعمل ويب سايت واب وبالاخر افشل. اوكي حطيت الرقم، بلشت الناس ترن. حلو، مرحبا بدي تيجي تستشيروا بكره. انا ما عندي حدا، انا ما عندي كوفيره. فوقتها كنت احكي لهم سوري احنا محجوزين بالكامل بس بقدر احكي معك لما يصير في موعد. من هون تاكدت انه الموضوع عليه طلب. أوكي. عملت ويب سايت ب $100. حلو. وبلشنا التوسع شوي شوي، كل ما حسينا الديماند عم بيطلع انه في طلب في مدينه اربد نفتح في مدينه اربد، في طلب في مدينه السلط بنفتح في مدينه السلط وهيك. طيب لما انحطيتي باول موقف انه رنوا عليكي مثلا مجموعه من زبونه ورا زبونه ورا زبونه عم تحكي لك بدي مثلا صبغه، بدي سشوار، بدي ميك اب، كيف تصرفتي بعدها؟ يعني بلشت تحكي مع صاحباتك مين بتعرف ميك اب ارتست؟ صحيح، لا اعتبرتها كامبين مبدئيه. أوكي. وقلت من هون رح نلم ارقام الناس اللي بيحبوا يجربوا شيء جديد. أوكي. ورجعت رنيت عليهم لما صارت خدمه متوفره واعطيتهم الخدمه بخصم 50%. حلو. فهم انبسطوا لانهم اصلا مهتمين، ولما اجاهم الخصم بدون ما يطلبوه كان حلو. أوكي. فاللي بحكي انه دم بيحكوا better ask for better apologize than ask for permission، وهذا اللي عملناه، احنا اعتذرنا انه مش موجودين بدل ما نحكي بصير نشتغل. بالضبط بالضبط، برافو. ومن هناك بلشنا بتخيل بلش يتوسع التيم. اليوم حكينا كان في احتياج باربد نفتح باربد، احتياج بالسلط نفتح بالسلط. اليوم وين فاتحين مرايتك؟ احنا فاتحين في عمان، اربد والسلط والقاهره اللي فتحنا فيها السنه الماضيه قبل كورونا. قبل الشريرة. كورونا الشريرة. الأوبريشنز تقلصت بحكم اللي عم بيصير هلأ حوالينا وإلغاء الأعراس وهذا، بس قدرنا نتحرك باتجاه تاني يشكل أرباح، واستغلينا فرصة كورونا بدل ما إحنا نعتبرها عائق اعتبرناها فرصة. مع أنه عائق كثير كبير، يعني تتخيلي عم تحكي لي مثلا ميك اب بدهم يتحركوا الناس يروحوا على البيوت أو برامج تلفزيونية أو مسلسلات عقود بتكونوا ماخدين، فجأة شت داون، وقف، سكرنا، فيش تمثيل، فيش إشي، فهي عائق كثير كبير. صح، بس إحنا كان عندنا تصور، باعتقادي الناس اللي عندها التصور بيقدروا يطلعوا على الفرصة بدل ما يطلعوا على العائق. التصور تبعي كان أنه بدي الستات تشعر أنها جميلة في بيتها بأي طريقة كانت. حلو. فمش بالضرورة أنا أبعت كوافيرة لعندها على البيت عشان هي تشعر بهالجمال، ممكن الموضوع ينحل بأنها تشتري كريم معين يحل لها مشكلة، تشتري شامبو معين تلاقي أنه شعرها صار أحلى، نعلمها تصبغ لحالها. فخلال فترة الحظر قلت لتيمي إذا إحنا فعلا مهمتنا في هالحياة نشعر الست في جمالها في ألف طريقة غير أن نروح المكياجها او نسشور شعرها. صح. فخلينا نفكر بهالطرق، فكرنا سوا وكانت المنتجات هي الخيار. أوكي. وكانت الناس في تعطش عندها مش قادره تطلع السوق وتشتري. أوكي. نفس الوقت قاعدين اونلاين عم بتصفحوا عم بيشوفوا بس مش قادرين. فاحنا لقيناها فرصه نوعي الستات، تعالي تعلمي، تعلمي تصبغي لحالك، تعلمي كيف تحطي ميك اب لحالك. عملت انا فيديوهات، انا كثير بستحي عاده يعني. وهم حتى بيعرفوا الفانز تبعونا على البيج انه انا ما بظهر عامه، بس في فتره الحظر حسيت في عندهم احتياج. فصرت اطلع اعمل توتوريالز، صرت ارن عليهم مرات كولز فيديو زوم على الزبونات تبعونا. حلو. شو ناقصك؟ انت كنت تحجز معنا كل شهر هاي الخدمه، كيف ممكن انا اساعدك هلا تعمليها لحالك؟ يا سلام. وصرنا بهالنظام انا وفريق العمل تاعي، والكوفيرات اللي قاعدين بدل ما هم قاعدين صاروا مستشارات تجميل للسيدات عبر زوم والكولز والماسنجر والفيسبوك. طبعاً. فقدرنا نخدم الست باللي هي بتحتاجه باسلوب ثاني. وهذا اللي انا بشجع كل حدا عليه، اذا عندك تصور لشيء معين في ألف طريقه تسويه، هي طبعاً. مش طريقه واحده. 100%. وشفت كثير مثلا مطاعم نجحت تتحول لنظام الدليفري. صح. كثير مصانع كانت تصنع شيء صارت تصنع شيء ثاني. صح. فشفت قصص نجاح مختلفه نجحوا يعملوا هالشيء خلال كورونا. بالضبط، طول ما الواحد عارف بالضبط ايش هو احتياج الزبون او قادر يوصل له ويفكر فيه، على اكيد راح يلاقي اي مخرج ثاني. طب بدي اسالك من 2017 لل 2000 واليوم لل 2020، ايش التحديات اللي واجهتك؟ يعني انا واضح انه انت لما تحكي انه انت بنت شركات، كنت بشركات كبيره وسواء كانت رياديه او حتى شركات كبيره وبراندات معروفه، وبلشتي بهذا المشروع عشان الناس بتخيلوا انه الريادي زي ما انت حكيت بيلبس طاقيه وبيكون ريلاكس وكول. ايش الاشي اللي واجهتي تحديات واضطريتي يوم بعد يوم تعيشي فيه مش بس من فوق برج عاجي؟ يعني زي حضرتك انت مديره تنفيذيه،
حاب اعرف انت ايش كنت تواجهي؟ طبعا بحب احكي انه مدير تنفيذي في شركه ناشئه مش معناته انه قاعد على كرسي وسعيد، معناته انه بيشتغل على التال، شوفير، اوفيس بوي، بيعمل قهوه وشاي للموظفين احيانا. فاللي احنا مرينا فيه كان استثنائي. السبب انه عم نعمل إشي غريب، يعني مجتمعنا مش متعود على اطلب كوفير عقاب. فعندك التحدي الاول اقناعهم بهذا الإشي وتفهم ليش هم ممكن يطلبوه او ما يطلبوه. فكنت انا بنفسي اسوق بالكوفيره واحمل شنطتها وامشي وراها، نفوت على بيت الزبونه والزبونه تفكرني المساعده تاعت الكوفيره واشوف واسالها انت ليش طلبتينا، شو حبيتي فينا، شو بتحبي نزيد. فكنت الم المعلومات من السوق وانا اسوق فيهم. طبعا لما احكي اسوق فيهم يعني 12 ساعه باليوم تسوقي انت فيهم. انا اسوق فيهم 12 ساعه في اليوم، رحت على مناطق انا ما كنت اعرفها، فاعرف بلدك. عرفت بلدي الحمد لله. فلما تحكي عن هذا الجهد فهو جهد كبير. اللي بعده لما نجحنا الحمد لله وتوسعنا وبطلت اضطر انا اطلع اسوق فيهم، صار لنا وجود في السوق. هالوجود اشعر بعض الجهات بالتهديد، يعني الصالونات التقليديه الناس اللي بيشتغلوا باسلوب تقليدي شعروا يعني بالتهديد لانهم اعتقدوا انه جايين ناخذ شغلهم. فخلينا نحكي انه حاربونا بطرق كثيره، كان منها مثلا نشر ادعاءات عنا، يبعثوا تهديدات لي شخصيا. وصلت انه الحكومه نفسها تستدعيني للتحقيق في البحث الجنائي، في الجرائم الالكترونيه، في مركز امن البيادر عند المحافظ، امانه عمان. يعني ما ضل محل ما لفيت عليه. اعرف الدوائر الحكوميه في بلدك هاي. الحمد لله. اول مره اعرف بلدك. اعرف الدوائر الحكوميه. فلفيت كثير في إجراء ادعاءات غريبه وادعاءات كانت يعني سيئه جدا بالنسبه لحد زي طول عمره عايش على المكتب في الشركه، يبعت ايميل يلاقي حاله فجاه مثلا بيحكوا له انت ضد قضيه ممكن تتحمل امن دوله مثلا. فانه لا. بس الحمد لله يعني كانوا تيم ملتفين حولي، عرفنا نعدي هذا التحدي. لما رحنا فتحنا في مصر اول مره وكان صعب ما زبطش، ثاني مره بمصر ما زبطت من اول مره، ما زبطت اول مره مش فاهمين السوق المحلي كنا. فكان بدك شويه وقت لتفهم السوق المحلي. وبعديها التحدي هلا الرابع اللي هو دخل علينا كورونا واضطرينا نحول نظام الشغل والبزنس موديل كله. فعليا انتم يعني فتره من القطاعات اللي خلص ضربه، يعني من شهر يمكن ثلاث لشهر ستة يمكن وبنقدر نحكي القطاع ما تعافى كليا. يعني لهلا عم بتشوف الاسعار نفسها نازله للنص، الناس ما عندها القدره الشرائيه زي قبل، فالقطاع مش متعافي تماما. عشان هيك احنا بندور لخيارات محليه ارخص كمنتجات صح. عشان ما تضطر الست تدفع مبلغ تروح على صالون او تشتري اشياء غاليه من المستوردات. فالتحديات مستمره، انك تفتح شركه ناشئه وتقرر تعمل شيء ما حدا عمله قبلك، فانت اصلا طالب بايدك وبتحكي يا جماعه اعطوني مشاكل اعطوني تحديات. فبده يكون متوقع، واحنا الحمد لله قدرت انا وتيمي نعدي وصار في بيننا خلينا نحكي الموده الكبيره لانه شفنا بعض في هاي الاوقات الصعبه. فانا بالعكس بحمد الله على كل شيء صار معنا. جد بكل معنى الكلمه. حلو. طيب اذا بدي احكي اليوم يعني خريجه سي اس كمبيوتر ساينس علم حاسوب، لأي درجة بتحسي جامعاتنا عم بتخرج أشخاص جاهزين للمشاكل هاي اللي عم نحكي فيها والتحديات اللي بنحكي فيها؟ وأصلاً هو الخريج اليوم لما يطلع من الجامعة إيش لازم يتوقع بالضبط؟ هل يتوقع زي ما أنت حكيتي وظيفة ومكتب وبعت إيميلات ولا إشي غير عن هيك؟ بدنا نحكي السوق تغير عن قبل، تسارع تغير التكنولوجيا تغير. يعني ممكن كان الواحد يدرس شغلة عبين ما يتخرج ممكن يشتغل فيها، هلأ عم بتلاقي التسارع كتير كبير، سواء في طريقة التفكير، في طريقة حل المشاكل، أو في التولز نفسها اللي بعلموهم إياها. اللي عم بشوفه عنا إحنا عنا برنامج تدريب صغير في الشركة مندخل متدربين من الجامعات، اللي عم بشوفه عندهم أكثر إشي بينصدموا بالعالم الواقعي. يعني انا مش هيك تخيلت. مثلا انا بدرس purchasing اللي هو علم الشراء، تنصدم انه مثلا في سبلايرز ما بده يبيع او عنده كسل، هي متوقع انه انا رح اعمل اللي علي والعالم رح يمشي بهذه الطريقه، يمشي رح اطلب طلب الشراء والامور رح تمشي مش صحيح، مش صحيح. او نفس الشيء موظفين الماركتينج بيقولوا متخيل انا هلا حطلع حيكون عندي ميزانيه كذا واوزعها، ما بتخيل العالم الحقيقي هلا مختلف، او انه حتى المتطلبات من الماركتينج اختلفت. مثلا بيجوا بيحكوا معي عن الاويرنس بقول لهم هذا كلام 1995 كيف تعمل توعي 1995 تعال احكي معي عن كونفرجن هلا ما بعرف شو الكونفرجن. فبدنا نحكي لهم اقرأوا كثيرا عن جد، يعني شوفوا أونلاين يوتيوب الأشياء الريسورسز الجديدة، اتدربوا
عادي التدريب حتى لو الانترن انا بحكي حتى لو هو دفع حقه مش انا بدفع له. صح. انت اليوم اوريدي وكانت احنا بندفع للانترنز تاعونا بحكم انه بنشوف انه عم بحطوا جهد يعني بابا. احترام للجهد اللي بحطوه. بس بحكي للناس اطلع تدرب في العالم الواقعي حتى لو ما كان في فلوس. شوف العالم الواقعي بس تتخرج حيكون على شهادتك فوق شهادتك الجامعه في عندك شهاده خبره طبعا عم تقدر تطلع السوق تحكي انا اشتغلت. صح. انا مش جاي لك ما بعرف شيء ومش بس عشان الورقه شهاده الخبره عشان انت لما تقعد بالمقابله فاهم شو بتحكي فاهم شو بتحكي عارف شو بتحكي عندك تخيل اصلا يعني اليوم لما بدي اطلع عمرايتي سواء بلشت التليفون خط موبايل يمكن اشتريتيه سكراتش كارد بطاقه شحن لليوم اللي هي موجوده بالقاهره وبالاردن بالعديد من المحافظات فعليا من هون لهون هي خبره صحيح. وهي تجارب فاذا يعني كل ما الخريج بتخيل يعني كان متابع اكثر ويطلع اكثر ويشوف اكثر هو بيستبق وبيشتري سنين من عمره بيقدر يستفيد فيها اكثر 100%. طيب ايش شايفه لقدام الخطوه الجاي؟ هلا احنا خلال كورونا حكيت لك يمكن في الكواليس الحمد لله قدرنا نتعرف على المنتج الاردني. هلا المنتج الاردني في قطاع التجميل مظلوم. المنتج الأردني عم بتصدر للخارج عم بتخل... اليوم عندنا منتجات أردنية في قطاع التجميل عندنا منتجات أكثر من رائعة في قطاع التجميل. المبكي أني كنت أشتري علب مكتوب عليها بالروسي فأكتشف أنها أغلبها البضاعة محضرة للتصدير. فإحنا كشعب مش معرضين لهالبضاعة ما عم نشوفها ما عم نستعملها ما عم نعرفها. أوكي. يعني هلأ إذا بتمسك أي حد بالشارع بتقول له شو فايدة طين بحر ميت للوجه مفيدة وكبريد وبس طب كيف مفيد ما بعرف. أوكي. او شو فايدة احط املاح انا مثلا لما اغسل ما بعرفه ما بعرف كيف تشتغل. بس هاي المعلومات هاي انت يعني برافو انه انت دخلتي فيها بعمق صرت عندك القدرة انه تحكي فيها يعني انه الحمد لله هي بدها تعليم وتدريب وخبرة وتعلمنا يعني برافو. انا دائما حتى كثير بنطرح مثلا قصص وستوريز على السوشيال ميديا بقعد ببحث في اشياء مرات انا بنصدم فيها وانا في القطاع فبده شعبنا يعني ثروة قومية زي طين البحر الميت. ليه شعبنا ما بيعرف كيف بيشتغل؟ يعني انت اذا بتمسك اي شعب في العالم الالمان بتقول له انتو بي ام دبليو شو تاريخها بيجاوبك. طب ليه شعبنا ما بيعرف هالثروة القومية شو فيها؟ ليش هي مفيدة؟ ليه عم تتصدر برا وعم يستعملوها الاجانب واشتروها بالبازارات واحنا السوق المحلي بالنسبة لنا محطوطة عرف تحت ما بنطلع عليها. فانا شايف المستقبل انه منتجاتنا الاردنيه قادره الحمد لله بنعمه اللي صار معانا هذا كله تنفهم في سوقنا المحلي تباع في سوقنا المحلي تصدر الى الاسواق الخارجيه واحنا فاهمينها. فمستقبلنا احنا كثير حاطينه بين ايدي هذا الشيء ومؤمنين فيه. والناس بتعرف يمكن لو فوت على الويب سايت كثير في منتجات مجربه موثوقه طبيعيه بتحكي منتج 99% طبيعي وين بتلاقي هذا الشيء وبهاي الاسعار. أوكي. بهاي الجوده بنروح نشتري شيء كله كيميكلز بضعف السعر لانه ميد ان كذا مثلا. فانا هلا هاي بحس مهمتي نعرف الناس نوعيهم نشتغل بمنتجات مصنعه في الاردن ترفع الراس. اوكي تروح فيها اسواق عالميه تحكي هذا منتجي. اوكي حلو. طب في كان جهات بدايتكم دعمتكم او بالاشياء يعني عم نحكي عن كثير مراحل وانتقلتوا من الى 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 بالتأكيد أي ريادي أو أي ريادية على الأرجح راح يمشي بنفس المراحل هاي. كيف شفتي أنت الدعم بالأردن بالأشياء هاي الريادة؟ اللي بدي أحكي في دعم وفي دعم كبير كتير. حلو. شو ما كان حجم شركتك يعني لما كان عندي خط تليفون كان في حدا يدعمني لما صار عندي المشاكل القانونية وتوسعت وصار بدي محامي كان في جهات برضو تدعمني مثل آي بارك شمال ستارت اللي هي حاضنات الأعمال. صح. هلأ أنا بعرف أن حاضنات الأعمال أضعاف أضعاف عن العدد لما أنا بلشت طبعاً. يعني هلأ بتروح بتلاقي إنجاز وبتلاقي بيج باي أورنج وبتلاقي يعني كتير حاضنات ممكن تقول لك تعال ابدأ من عندي ومسرعات مظبوط بالضبط. فإنه الإيكو سيستم أو الشركات الداعمة والجهات الداعمة كثيرة. أوكي. ما في حجة لحد يحكي ما في حد داعم. كان في صعوبة أنه توصلي لواحد منهم؟ الصحيح لا بس لأسباب كثيرة يعني يمكن غيري يلاقي صعوبة يكون طالع جديد. أنا بحكم شغلي في شركات ناشئة من قبل شبه بيعرفوني. أوكي. عندي خبرات مسبقة معاهم. أوكي. هاي ساعدت كنت حتى أنا أروح أساعد في الإيكو سيستم بدل ما أطلب حدا يساعدني كنت أقول لهم مين بده أساعده في التسويق لأنه هاي خبراتي. حلو. مين بده أساعده في اليوزر إكسبيرينس هذا اللي بفهم فيه فكنت أوكي. أطرح أني أساعد أكثر من أنه حدا يساعدني فهالإشي أعطانا كمان تساهل في التعامل. حلو. فاللي بحكي دائما الواحد يفكر سواء في بلده او في هالحاضنات مش شو ممكن اخذ منهم انا شو ممكن اعطيهم عن جد يعني لما يحكوا لا تسال ماذا سيعطيك وطنك اسال ماذا ستعطي وطنك. صح. وبعرف كثير ناس بيعتقدوا انها كليشيه بس فعلا لما يصير عندك هاي العقليه الحياه بتتغير في نظرك بتبطل بدك حد ينقذك بالضبط ما بدك حد ينقذك انقذ نفسك وانقذ غيرك.
برافو. فهذه فكري، هلا في ناس بيعتبروه نظري وكذا، بس هذا اللي انا بعيشه والحمد لله شايفه انه ناجح. حلو. هلا قبل ما تفتح امبرايتي كنت بالتسويق بالشركات قبلها بتشتغلي، فمن علم حاسوب لتسويق لمانجمنت وميك اب نقدر نحكي بسوق سيارات عشان توصلي وجميع المراحل. الشخص اللي قاعد قدامي اللي عم بحكي معه رموز بكل التجارب هاي، ايش تنصح الشباب والشابات الصبايا اللي اليوم يا عم بيواجهوا مشاكل بانهم يلاقوا وظيفه، يا انهم عم بيلاقوا مشاكل بفكره مشروع، يا انهم عم بيلاقوا مشكله بفكره مشروع مميز زي اللي يعمل فرق زي اللي حضرتك عملتي، ايش تنصحيهم؟ رح انصحهم زي ما نصحت اخوي امبارح، كنا في جلسه وهو اصغر مني ب 12 سنه، فقال لي شو اعمل؟ قلت له بده يكون عندك تصور. تصور لانت مين، من انت؟ شو بدك في هالحياه؟ مرات بقول لك لاقي وظيفه، فانت بصير بدك تلاقي وظيفه لانه حدا قال لك. ممكن انت قدرك في مكان تاني، حدا بقول لك ادرس هندسه عشان كذا، بلكي انت قدرك انك بتحب الديكور. صح. فاسال حالك شو بتحب تعمل، اعمل تصور لنفسك، حط حالك في العالم على هالتصور. واللي عنده تصور في حياته ما بيستنى حدا يقول له تعال، هو بيروح بيطلب بلسانه لو عارف شو بده. بحس في ضياع كبير، ناس كثير ما عندها تصور لحياتها او ما اخذت تصور ابوها وامها على الحياه او أوكي. صاحبه شو عمل، اللي هي الصوره الثابته اللي احنا يمكن تربينا عليها نمطيه. فيعني انا امي عارضت اني افتح شركه ناشئه، هي بالنسبه لها طب انت مانجمنت وتشتغلي في شركات كبيره وتحتيكي 100 موظف وبدك تروحي تشتغلي شوفير، فبالنسبه لها كان جنون اللي بعمله. فيعني كل واحد اذا عنده تصور بيمشي فيه وبكون شجاع وواثق. فمشكلتهم مش انه تعال الاقي وظيفه، هل فعلا انت بدك هالوظيفه؟ اسال حالك بعديها بتنحل. yes. او بتلاقي باب. yes. وين مكان هالباب؟ يعني الدنيا واسعه بالضبط، وعمره ما بيكون تاخر الوقت على انك تغير إشي بحياتك. صح. المهم انك تغير للاتجاه الصح، انه يكون عندك تصور ما تروح على إشي غلط. بس بما انك جبت سيره الموضوع هذا، هل كانت فكره اول مشروع لك امبرايتي ولا كانت عندك افكار قبل هالمره؟ اي هذا سؤال قوي. امبرايتي انا بحكي هالفكره اختارتني مش انا اخترتها. أوكي. لانه ب 2012 لما كنت اشتغل في واحده من الشركات العالميه كنت بشتغل في بروح على سوريا. أوكي. كنت اشوف الحلاقين في الضيعه بيحملوا الشنطه. فكانت اول مره بشوف هذا الشيء، فهيك زرعت بذره. رجعت على عمان 2014 لقيت كل حدا ميك اب ارتست وكذا. فجاه هيك كثير صار في ميك اب ارتست. مش حدا يدعمهم. بعديها ب 2016 صرت انا مش عم بقدر اروح على الصالون، شغلت عندي شغلي، فالفكره لحالها هيك قعدت عندي. والاهم من الفكره التنفيذ، يعني انا بقابل كثير ناس بيقولوا لي كان عندي فكره امرايتي، بقول له ليه ما عملتها؟ بالضبط، ليه ما نفذت؟ ليه ما نفذت؟ كثير سهل تيجي سهل بطبط. انا ما جئت بجديد، يعني انا ما بحكي انها فكره مميزه، بس بحكي انه نفذت. فدائما اي حدا بيمسك الناس بقول لهم فكرت نفسها، اوكي ليه ما عملتها؟ اوكي اعملها. بقول لك حتى لو حد عملها اعملها، اعملها احسن منه. صح. تنفيذ اولا. برافو برافو بصراحه رموز، يعني انا كثير مبسوط بالمقابله، كثير مبسوط بالفائده اللي اعطيتينا اياها والدفعه الايجابيه، انه شو ما كان في تحديات بالاخير لو انت عندك تصور ومؤمن فيه راح تتجاوز عنه وراح تنجح 100%. وان شاء الله بنستقبل بحلقات قادمه وهيك نشوف اخبار ان شاء الله من بايتي. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين خليكم معنا بفقره خليك بزنس، راح نحكي عن موضوع جدا مهم له علاقه بالمحاماه، كيف تفتح شركة، كيف تسجل شركة، وهي التفاصيل اللي بتفيد أي واحد بده يفتح بزنس. وفي الأرض استقرارنا. تصنع الفارق في حياتك.
اهلا بكم بعد الفاصل. زي ما حكينا لكم اليوم رح نحكي بفقره خليك بزنس عن موضوع جدا مهم ومفيد لاي واحد بده يفتح شركه. الجوانب القانونيه، انواع الشركات، ايش الاشي اللي تختاره وايش الاشي اللي ما تختاره. عشان نحكي بالموضوع هذا بتفاصيل اكثر رح يكون معنا المدير العام لشركه احمدان ومشاركوه للمحاماه المحامي خوالد احمدان. مساء الخير. مساء الخير. تسجيل الشركات موضوع مهم. نعم. اليوم بنلاقي ريادي اعمال عنده فكره، طلع بفكره بدي اعمل منتج معين او بدي اقدم خدمه معينه، ولقى نموذج اولي وخلص كل التفاصيل اللي بتتعلق بالفكره كفكره، بعدين راح يوصل للناحيه العمليه، بدي افتح شركه، بروح على وزاره الصناعه والتجاره او على هاي الجهات المعنيه، بتفاجئ مساهمه فرديه، مؤسسه فرديه، مساهمه محدوده، مساهمه عامه، كثير انواع مسميات. فاحنا بدنا هيك بالمختصر ايش ممكن اشياء تفرق عن بعض، ايش ممكن ننصح الرياديين، ايش الاشياء اللي توجهوا عليها عشان نسهل عليهم رحلتهم. تمام. اول شيء بحب اشكرك على الاستضافه انت ومعدين البرنامج. نتشرف فيك. الله يخليك. الجهه المسؤوله في الاردن عن تسجيل الشركات هي اداره مراقبه الشركات في وزاره الصناعه والتجاره. اوكي. الستارت ابس هذول الشباب الرياديين او اصحاب الفكره الرياديه بعد ما يطبقوا الفكره اللي عندهم انه اذا فيزبل انه اسسوا المشروع ويمشوا فيها والامور تمام بدهم غطاء تشريعي لفكرتهم، فبروح بأسسوا شركه. حلو. في منهم بأسسوا مؤسسه فرديه. أوكي. مؤسسه فرديه هي عباره عن شكل قانوني لمؤسسه مرتبط بشخصيه نفس صاحب المؤسسه. جميل. لا سمح الله مات تسقط. أوكي. مؤسسه فرديه لا تحول لشركه ولا تباع. اوكي. فالمؤسسه الفرديه انا لا انصح فيها مع انه رسومها ضئيله. أوكي. وسهل تسجيلها جدا وما فيها متطلبات اداره راس مال. ليش ما بنصح فيها؟ لانه هي ببساطه صاحب المؤسسه يكون امواله الشخصيه مسؤول بالتكافل والتضامن تجاه الغير عن اي التزام ناتج عن هاي المؤسسه. حلو. اي التزام مطلوب من المؤسسه اذا المؤسسه ما قدرت تستوفي او تقدم الحق المطلوب منها تلقائي مطالب فيه صاحبها. مش بعد. اوكي. تنين يطلبوا مع بعض. مع بعض. نعم. اوكي. فالناس تجي للشركات. هلا في عندك نوع من انواع الشركات، عندك التضامن. اوكي. حد الادنى اثنين، وفي عندك توصيه بسيطه. التضامن حد اثنين لازم يكون شخصين شركة. اللي فاتحين. شخصين طبيعيا. نعم. اوكي. وعندك شركات توصيه بسيطه فيها نوعين من الشركاء متضامنين وموصيين، وفي عندك شركات المساهمه الخاصه الكبيره، هاي مساهمه خاصه محدوده راس المال حد ادنى 50,000، ما بالجوها كثير لانه راس مالها عالي، تحتاج راس مال، تحتاج ان ايداع 50,000 لما تجي تسجل شركه. وفي مساهمه العامه هذا عالم اخر. أوكي. خلينا نحطه جنب لانه ما لهم دخل فيه. المساهمه العامه بتخيل كبرى الشركات الاسهم اسهم متداوله في سوق المال وبدها امين اصدار وبدك مساهمين بدل واحد. أوكي. كثار وكتاب عام المتقدمه للريادي. اذا نجحت فكرته ممكن بكره بالمستقبل يأسسها لهذا الموضوع. بس احنا يعني هون بدك تحكي عن موضوع مليونز. اوكي. بصراحة. نحكي عن مليون. اوكي. فبتصفي اخر شركة عندك انا اللي بنصح فيها المسؤولية المحدودة. هلا ليش؟ المسؤولية المحدودة. ليش بنصح بالمسؤولية المحدودة مش عن التضامن؟ لانه شركة التضامن او التوصية البسيطة الشريك المتضامن فيها. نعم. يكون مسؤول بالتكافل والتضامن بأمواله الشخصية بالتزامات الشركة. نفس مبدأ المؤسسة الفردية. اللهم ما كفى مصاري الشركة بتروح على أوكي. أمواله الشخصية. المؤسسة الفردية إذا مطلوب منك إشي من سواء منك أو من الشركة اثنين بنفس الوقت. تمام. بينما بالتضامن بشيكوا أول إشي على الشركة. الشريك المتضامن يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن تجاه الغير بمسؤوليات الشركة. أوكي. يعني اليوم تأخرت تقديم إقرار ضريبي مثلا. أوكي. أوكي تأخرت. حلو. أو ممكن الموظفين ساينوا يدخلوا وأنت مقدمه. صار غلط. تمام. حاجز على الشركة أموالك. هيك. أوكي. قد يكون إجراء تعسفي بس فك حالك. طبعا. يعني هذا الخطأ ممكن يكون وارد. هذا خطأ للأسف وارد. أوكي. وصار. أوكي. ونفس الشيء ضمان اجتماعي. أوكي. تمام. فأنت بتضلك في السيف سايد، بتروح على النوع الشركة الثاني اللي هي مسؤولية محدودة. أوكي. اللي فيها يكون الشريك مسؤوليته فقط بحدود مساهمته في رأس المال، لا تمد أمواله الشخصية. أوكي. تمام. والمشرع الأردني سهل إجراءات تسجيل الشركة مسؤولية محدودة، سمح إنها تكون مملوكة من واحد فور إكزامبل. أوكي. الحد الأدنى لرأس المال دينار. 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 حد الأدنى للرسوم التسجيل 350 تقريبا بيطلع. أوكي. أوكي. ولكن كحد أدنى لرأس المال لازم تدعو دينار. أوكي. ممكن تتقرر تأسس شركة مسؤولية محدودة بألف دينار رأس مالها. صح. مسموح لك تودع 50% من رأس المال عند التسجيل و50% خلال سنتين. أوكي. يعني فيها
نوع من انواع التسهيلات. طبعا في غايات معينه بحاجه لحد ادنى راس المال، بدك تحط استيراد وتصدير لازم يكون 5000 فور اكزامبل. اوكي طبعا. يعني انت لما تروح على دائره مراقبه الشركات تحكي انا بدي اعمل مسؤوليه، شركه مسؤوليه محدوده، اذا كان مثلا عندي شريك انا وشريكي بدنا نفتح راس المال او لحالك او لحالي مثلا مع 10 دنانير، يا انه انا بدفع ال 10 دنانير يا انه انا وشريكي بنكون مكتوبه 5 ب 5 5 دنانير ب 5 دنانير. تروح على البنك يا بتودع 5 كاملات يا بتودع دينارين ونص، مع انه البنك ممكن ياخذ منك 100 و200 دينار عمول فتح حساب. صح. شركه قيد التاسيس. أوكي. بس انه قدم المشرع الاردني كثير من التسهيلات لغايات انه الخروج من التعقيدات اللي كانت زمان. اوكي تمام. وهو نوع من انواع اللي انا بعتبرها تعديلات تشريعيه لغايات جذب الاستثمار. أوكي. كانت. اوكي ونجحت. هلا اكثر الناس اللي انا بسجلهم شركات اولموست ايفري وان كمان كلهم مسؤوليه محدوده. اوكي بيتجهوا ليلى احسن. بتخيل من معلومات المتواضعه يمكن تساعدني اكثر بهالموضوع، المؤسس الفرد او نحكي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بتتطلب اشياء ما بتكون مطلوبه منك اذا انت عندك مؤسسه فرديه زي مدقق مثلا. نعم. هلا لما تاسس شركه مسؤوليه محدوده او مساهمه خاصه او مساهمه عامه يتطلب لغايه تسجيلها انك تعين مدقق حسابات معتمد. اعين ومجاز في الاردن لدى جمعيه مدققين الحسابات القانونيه. اوكي تمام. انا دائما نصيحتي لاي شخص بده اسس شركه في اثنين لازم يكون على يمين وعلى شمال. اوكي محامي عارف شغله. صح. ومستشار ضريبي عارف شغله. صح. تمام. عشان انت تتجنب اي مطبات، لانه انت طالما في عندك قانون وتشريعات ومنشور في الجريده الرسميه زي ما بيقولوا القانون لا يحمي المغفلين. صح. انت لازم تحيط حالك علما بهذا الحكي. أوكي. لازم تقدم قرارات ضريبيه، لازم تقدم قرارات ضريبه مبيعات اذا خاض على مبيعات، لازم تسجل موظفينك للضمان. في كثير ناس عندهم لبس في موضوع الضمان، بيقول لك انا مدير عام صاحب شركه مو لازم اشترك. كان زمان الحد الادنى 5 موظفين، هلا لا ان شاء الله واحد موظف بدك تحطه بدك تحطه في الضمان. واذا مسكوك في عليها بيرجعوا لك باك ديتد. اوكي اوكي. في فول تايم وفي بارت تايم. ضمان اجتماعي قد لا يعترف في موظفين بارت تايم في شروط محدده. أوكي. تمام. بس اللي هم اللي بيكونوا بدوام 15 ساعه واقل في الاسبوع مثلا. بس قانون العمل ما فرق ما بين بارت تايم وفول تايم، قال لك كل الموظفين طالما انت موظف بارت تايم فول تايم هذا موظف، ما بتدفع ضمان بتدفع له مكافاه نهايه خدمه. يعني لازم اي ريادي يدرس الجوانب اللي له اللي عليه. اوكي عشان هذا نحط في البادجيتنج في النتيجه. وعشان بالنهايه يعني انت يعني اي واحد كريادي كواحد بده يعمل مشروع ولقى فكره مميزه ولقى شغله عارف انه راح تعمل له ثروه، ليش تضيع وقتك تفكر بالاشياء القانونيه وتفكر بالاشياء الضريبيه؟ بتجيب مختص زي ما انت حضرتك حكيت، محامي على يمينك ومدقق على شمالك عشان يوفر عليك كل المطبات هاي، لانه مش لعبه حسب ما انا يوفر بقى. عليك جهد وقت، لانك انت كريادي عندك باث، الباث تبعك انك تمشي على انك تحقق فكرتك. صح. تحقق. صح. حلمك. تركز تركز في البيزنس تبعك. صح. تمام. هلا اذا صح لازم تكون انت العلم في المواضيع الضريبيه والقانونيه عشان لما تعمل برايسنج فور اكزامبل تعرف كيف تعمله. تمام. ولكن بالنتيجه ما تبحث فيها، تحكي بدي اشوف قانون العمل بدي اشوف كذا، لا بالنتيجه في عندك ادفايزر، في اصحاب الاختصاص هم اللي اوكي بعطوك الاستشاره الصحيحه لهذا الموضوع. اوكي فانا دائما بنصح عليهم انه يفتحوا مسؤوليه محدوده. أوكي. ويقعدوا مع المحامي، يقعدوا مع المستشار الضريبي، يعرف شو اللي لهم شو اللي عليهم. أوكي. تمام. لانه بده يعرف انه لازم يكون في انكم طبعا، غير متطلبات غرفه التجاره او صناعه حسب الحال. طبعا. متطلبات رخص المهن طبعا، متطلبات بالتأكيد. البانكينج حتى لدرجه انه لما تفتح حساب قيد التاسيس انت تروح ترد على راس المال لسه في تكمل شغلك في اداره مراقبه الشركات، لسه في عندك شغل عند البنك. اه طبعا في كي واي سي، في بدك تكمل حسابك، بدك تسوي لهم شهادات، بدك تسوي رخصه. هاي كلها مين بيساعد فيها؟ بيساعد فيها المحامي. المحامي المحامي بيريح. لا مفروض انه اللي يقدم الدعم الليجل والليجل لوجيستيك طبعا عشان يخلص فيها الامور، يعرف. أوكي. شو جاي يعني. أوكي. يكون حاطه من ضمن البادجيتنج والبلان تبعه. اوكي ممتاز. مش يتفاجئ بعد 4 سنين لما ياسس شركه بدها يسوي رخصه مهن يقول لك ايه امانه عمان بدها تدفعني باثر راجع باربع سنين. اه صح يعني هيك فجاه هي صارت فيلم. هي مش فيلم، هي موجوده. آه. هي موجوده. أوكي. فانت كريادي من الاول انت جاهز انك تدخل هذا العالم ام لا؟ اوكي عرفت علي؟ لانه اذا انت جاهز عليه معناته انت اوريدي عندك فكرتك على ارض الواقع، وانت راح تبلش ماركتينج ويو ويل ستارت ميكينج ريفينيوز. صح. عشان تغطي مصاريفك هاي. اوكي طيب بشكل عام كونه بنحكي عن التشريعات والغطاء التشريعي، كيف شايف القوانين عندنا بالأردن من ناحية دعم الرياديين وتمييزهم عن الشركات الكبيرة اللي صارها 40 و50 سنة؟ سؤالك حلو. شو بتمنى يكون جواب حلو كمان. شوف احنا في عنا تشريعات وفي ناس بتشتغل للصالح العام، وفي كل مكان إلا يطلع لك واحد ابن حلال
في اي دائره بيقول لك انا بدي اساعدك وما بيعرفك ولا بتعرف ولا بتقرب له ولا من نفس البلد. صحيح. بس بقول لك انا بدي اساعدك. صح. تمام. بس بالمقابل قدام هذا بتلاقي للاسف ممكن 10 اوكي قاعد بستنى الوقت يخلص ويروح من دوامه وما بده يتعب حاله بالتفكير. اوكي. سيدنا نادى قبل فتره انه انا بدي ناس تشتغل. صحيح. وللاسف يعني احنا شايفين انه في ناس كتير موجودين لاتخاذ القرار ما بتاخذوا قرار لسبب او لاخر. لسبب او لاخر ما بعرف ليش، مع انه ما فيها فساد الموضوع، هي موضوع ببساطه يعني تعال جاي انت صاحب صلاحيه مشيها. اوكي. قبل كم سنه طلعوا تعليمات رئاسه الوزراء انه يسجلوا الرياديين في الاي تي اوكي از انفستورز، وبعطوهم امتيازات ضريبيه. حلو. وامتيازات وحوافز وامتيازات جمركيه كمان حسب الليست عندهم ببعض الاصناف. أوكي. هاي كانت ممتازه. هاي بالاي تي فقط؟ لا الاي تي فقط. أوكي. ولغايات محدده. بس مثلا لقينا عجب في موضوع لما جينا نطبقه، كيف ترميز الغايه عند هيئه الاستثمار غير عن ضريبه الدخل غير عن ضريبه الجمارك غير عن ضريبه الجمارك غير عن ضريبه مراقبه الشركات. أوكي. يعني هو كل واحد دوله. أوكي. ممكن كلكم دوله واحده، فاحنا لما نيجي نطبق نلاقي الاي تي هون لوجستيا والبروسيس الطريقه تسير الامور مش سلسه مش واضحه، في كونفليكت. اوكي. في كونفليكت واضح. يعني لما تيجي انت تيجي تسجل شركه شو غاياتك؟ مثلا خدمات لوجستيه رقمها فور اكزامبل 4 وحدات. أوكي. طب عند هيئه الاستثمار مثلا ممكن يكون 3 وحدات، عند الجمارك ممكن يكون 1 3 4، عند الضريبه يكون شيء ثاني. اوكي. طب وحده بس هاي يفترض ما يكونش شيء صعب يعني توحيده. بس انت لما تيجي تاخذ اعفاء على غايتك حسب ما هو موجود عند الشخص اللي بيعطيك الاعفاء هيئه الاستثمار وتاخذ اعفاء ضريبه الدخل تبعك بدل ما تدفع 20% 5%، بيقول لك انا عندي الغايه تبعتك ترميزها غير الغايه اللي عند هيئه الاستثمار، بوقفوا لك اجراءك. طب شو حلها بهيك حاله؟ بدك توع بين هذا وهذا. اوكي. اوكي. للاسف. أوكي. هلا في عندنا غطاء تشريعي عنه بس بامكانه يكون افضل. أوكي. بامكانه يكون افضل بكثير، بدل ما يطلع من خلال تعليمات صادر من رئاسه الوزراء ممكن يكون من خلال نظام صادر بموجب قانون الشركات. اوكي. جيب هذول الرياديين كلهم احضنهم. صحيح. حطهم عندك. تمام. خفف عليهم متطلبات غرف التجاريه، متطلبات ضريبيه، متطلبات اللي نحكيها للمنتاليتي تستعونهم هذول يكون نوعا ما تعقيديا يخافوا، لانه ممكن ينجحوا بفكرته ممكن ما ينجحوا. صح. فما تعملهم زي واحد تاجر بده يفتح شركه ما ينجح فيها. صحيح. ممكن ينجح فيها انقله للاب ليفل وديه عند الثاني للجهه الثانيه وعامله زي الكل، اذا نجح مشيت اموره. ما نجح فاطري فتره محدده بتقول له خلاص يعني سكر شركتك بدون متطلبات تعقيدات تصفيه وبراءه ذمه. اليوم هاي الاشياء موجوده، لو انا ريادي وصاحب فكره وفتحت مشروع لمده شهر ولسبب لاخر بدون يعني لسبب لاخر فشل المشروع، بدك تسوي بدك تقدم براءه ذمه، هم ما بنسميها تصفيه بس متطلبات التصفيه نفسها متطلبات براءه الذمه هون. نعم. بدك تعمل لفه طويله عريضه بريء الذمه من جميع هاي الجهات. طب ما هي مش مستاهل الموضوع. اوكي. او مش مستاهل مثلا لا مش مستاهل انك تروح تطلب منه تسوي رخصه مهن، تطلب منه تسوي تسجيل غرفه التجاره. طبعا هذا ريفينيو لهي الجهات ممتاز احنا مش ضدها، ولكن بنفس الوقت ممكن يفشل. صح. طب ما هي بتبين معه من اول سنه، اعطيه جريس بيريد انت جرب حاله فتره تجربه فتره سماح يجرب حاله يشوف كيف المشروع راح يمشي معه. يعني وزاره العدل معالي الوزير العدل عامل فكره حلوه كثير انه حاط كثير دوائر حكوميه في مكان واحد. اوكي. ولاقت نجاح عالي زي مركز واحد هب واحد بتفوت. نعم. بتخلص امورك كلها ولاقى فيها كثير يعني نجاح كويس. حلوه حلوه الفكره. عطوفة مراقب الشركات سوفا يعني هيز دوينج جريت جوب ما شاء الله. تمام. انا بعتبر الاردن في نص الطريق، يا بنكلا أب يا بننزل داون. نعم. بالكفاءات اللي عنا إن شاء الله رب العالمين باجتهاد اللي بيحبوا البلد نأخذها للأب ليفل إن شاء الله. إن شاء الله أنا متأكد. بدي أحكي عن موضوع الضريبة كونه طرحته اليوم، إيش يعني إيش الأشياء اللي مسموحة، شو الدرجة المسموحة للرياديين اللي بيفتحوا شركات خلينا نحكي ذات مسؤولية محدودة، متى يبلشوا يفكروا بموضوع الضريبة انه هل الضريبة لازم ابلش ادفعها، هل انه في رقم معين معفى لحده؟ هلا انا ما بحسبها بطريقة انه شو يعني الموضوع مش انه متى راح ابلش ادفع. اوكي. هي على التزامات ضريبية ممكن. أوكي. يكون تقديم اقرار صفري. يعني بعت ما بعت بدك تقدم اقرار ما بعت كل شهرين. هاي مبيعات. هاي المبيعات. اذا وصل حد المبيعات كل شهرين. بس ضريبة الدخل بتقدمها من 1/1 ل 30/4 من كل سنة لسنة لابها. ما قدمت عليك غرامة. اوكي. غرامتها 200 دينار اي ثينك اذا مو اكثر، فلازم انت تعرف اوريدي يعرف قديش عليه. هلا موضوع اذا خاضر ضريبه الدخل او مش خاضر هذا بيعتمد على البيزنس تبعه. عرفت كيف؟ أوكي. ممكن يعمل ريفينيوز ممكن ما يعمل ريفينيوز ممكن يعمل ريفينيوز يكون عنده اصول ويستهلكها يطلع زيرو.
عرفت كيف؟ أوكي. أنا مش محامي ضريبي بالنتيجة ولا مستشار ضريبي بس أوكي. يعني عندي اللي بنفعنا لغايات تو أدفايز إن جنرال، عرفت كيف؟ بس إنه عليه الريادي يعرف شو متطلبات الكومبلاينس الضريبية أوكي. عشان يتجنب الغرامات. أوكي. يعني يكون ملم بكل الزوايا. بالتأكيد المحامي مع المدقق الضريبي بالتأكيد رح لازم بيقدروا يغطوا الزاوية هاي. بيغطوها باجتماع واحد مع أي ريادي، بيشرحوا له واحد اثنين ثلاثة أوكي. وبيمشي الأمور. أوكي. تمام. طيب بدنا من خبرتك كمان تحكي لها عن موضوع الميرج والدمج اللي بيصير بين الشركات والاستحواذات وهيك. هل من خبرتك شفت كثير استحواذات عم بتصير بالأردن أو شو طبيعة الأفكار بالعادة الناس ميالة لإلها؟ إيش الإشي الرياديين يطلعوا عليه؟ في الأردن أنا بعتبر أنه المواطن الأردني وين ما يروح بينجح، لأنه بده يثبت جدارته. صحيح. والمواطن الأردني مش بس فقط متعلم، مثقف ومرغوب برا وبالسوق الأردني. صحيح. مواطن ذكي ومخلص بنفس الوقت. نعم. أنا على اطلاع وعملت واشتغلت على acquisitions صارت لشركات ريادية أردنية، منهم اشتغلوا في الأردن، منهم كان اشتغلوا من الأردن للسوق الأردني، ومنهم للسوق خارج الأردن. هذول استحواذات كلام. استحوذوا في واحد فيهم بلش 3000 دولار انباع ب 26 مليون. 3000 دولار؟ ما بلش رأس مال 3000 دولار. انباع ب 26 مليون. انباع ب 26 مليون. واو. وأنا حكيت له بكير. كمان. بس الله كتب له نصيب، عرفت هذا كيف؟ وفي منهم يعني في قصص كثيرة ما نقدرش نذكرها فور كونفيدنشاليتي ريزنز، عرفت كيف؟ الأهم شيء لما تيجي على موضوع الأكوزيشن إنه يصير استحواذ عليه، بده يعرف إنه اللي جاي يستحوذه شو فايدته هذا الريادي من الاستحواذ. اوكي. طبعا عشان اوضح كلمه استحواذ، انه انا شركه وفي شركه بدها تيجي تشتريني، تيجي تشتري تدفع لي فلوس. نعم. يس. اوكي. لما الرياضي يوصل للمرحله بتكون طالع عيونه طبعا، ما بتجيش شيء بيوم وليله، مش سهله. اوكي. لا مو سهله. فالرياضي لازم يعرف انه هل انا فعلا اكمل بهذا المشوار او خلينا اروح تحت حدا تحت مظلته. اوكي. ومو عيب، مش كل واحد طبعاً خلق ريادي في طبعاً هالدنيا، ولا كل واحد خلق بوس. صح ولا لا؟ ولا لما كنتش انت عاد هون ولا انا عاد هون؟ صحيح. وزيادة عن هيك انه في رياديين خلص بحبوا بس خلص المشروع او فكرة برنامجه او فكرة البزنس تبعه، بحب يبيعها ويخلص خلص، يبيع الشركة كل شيء وبلش مشروع جديد. في ناس هيك عقلياتهم، وفي ناس انا عندي موكلين فعلا هيك. اسس كبر قوة شاف الويل باع، اسس قوة شاف الويل قرب يبيع. اوكي. شاطرين وكلهم تحت ال 35 سنه ما شاء الله. آه. معظمها باي قطاعات بتحسها؟ اي تي. يس. اي تي قطاع كبير. اوكي. كيف الليجل بيجيب فلوس شوف هي تسي مانجمنت سكيلز طبعا، عرفت علي كيف؟ وزي ما بحكي كيف تمشي الامور، كيف تمشي الامور، زي ما بحكي للموكلين لما يجي موكل عنده مشكله جاي عندي بيقول لي انا بدي حل، كيف الحل؟ طبعا حل قانوني، حلها، بدنا نحلها، انتهى الموضوع. هاي هي إدارة المشكلة، كيف بدك تحلها. أنا بشوفهم كيف هذول الرياضيين موكلين بيشتغلوا ما شاء الله عنهم، ما شاء الله بهموش، بقولك أنا بدي جوب دن، أعملوا خلصوا تمام، ولا تجيب لي أبيليتيز ولا كون أجينست لو تمام. وبيخافوا بنفس الوقت، يعني ربنا بيرزق الناس مرات على أرزاق ناس تانيين ومرات على النية. يعني بشوف يعني بقول له مثلا بيجي بيبعت لي استشارة بيقول لي بيطلع له، بقول له ما بيطلع له، بيقول لي حرام أعطوه. اوكي. وبجوز الزلم ما هو شيء عبي بنزين. واو. بس بيقول لك ولا اظلم حدا، رزقته على رزقه الناس طبعا. بقرر يبيعه، لازم الريادي اول شيء لما يشوف هل له مصلحه بذلك ام لا. واي بني ادم بده يجي يعمل عليك اكوزيشن اللي هو استحواذ، راح يطلب منك توقف معه فتره محدده اللي هي ترانزيشن بيريود عشان يثبت البيزنس تبعه لما يجي يشتري منك. اوكي. فهاي المرحله مو لازم تمشي بدون محامي. اوكي. كم مدتها ممكن تطول المرحله هاي؟ انا شفت اكوزيشن صارت بشهر، وشفت في منهم قعدوا 6 7 شهور. اوكي. تمام. وهي بس بالفتره الانتقاليه، بالفتره اللي يوقعوا فيها. اوكي. وفي فتره ليجال ديو ديليجنس بيصير عليهم، في فاينانشال ديو ديليجنس، في اتفاقيه الشير بورشيس او ريجاردليس اوف ذا نيم. اوكي. اشياء كلها قانونيه بعرفها الصراحه، اتفاقيه بيع وشراء حصص، اتفاقيه استحواذ. أوكي. عرفت لي كيف؟ أوكي. ممكن يدخلوا بالاول يقول لك انا ما بدي اشتري كامل، بدي اشتري 50%، حققت تارجت معين بشتري منك 20%، حققت تارجت بشتري بكمل باقي الشركه وبدك تشتغل معنا. فدائما اي شخص بده يفكر يبيع بده يشوف شو مصلحته من الموضوع، ولا يتوقع انه يبيع ويسحب حاله يطلع بيوم وليله. لا،
رح تضلك قاعد على الأغلب. أوكي. ورح تضلك ماشي بالإدارة لأنه اللي إجا استثمر معك الأموال هاي بده يتأكد إنه اللي شراه واللي أنت أعطيتنا المعلومات صحيحة خلال الفترة هاي، وبنفس الوقت إنه خليك قاعد لأنه بدهم يطلعوا أرباحهم بالآخر. حلو. بدهم يضمنوا نتائجهم. حلو. فالفترة هاي كثير 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 مهمة لأي ريادي بده ينام على لا استحواذ. بده يفكر فيها بتمعن. وبصير في كثير مفاوضات بتخير يعني. وكثير نسبة سعر مع سعر، فأنت بدك صحيح. واحد مش بس محامي اسمه محامي، بدك واحد نيغوشياتر مفاوض. بأمريكا بسموهم بانكرز. أنا شو؟ البنكر بيشتغل بالبنك. هم بيكونوا بالمصطلح الإنجليزي ميدياترز، وسطاء. بأمريكا بسموهم بانكرز. هذول ممتازين، هم بفاوضوا عنك، بحطوا التيرمز تمام، الشروط، وبيضلهم معك من الأول للآخر. حلو. هاي أنا شفتها تمام، وحضرت مواقف على التوقيع تخرب الصفقة. أوف. خلاف النوايا. نعم. على التوقيع يختلفوا ويحكوا أنا غير، بدي أعمل بدي أسوي. نعم. واو. أو يكتشف اللي بده يبيع إنه تغير شروط معينة. إنه في بند محطوط. عشان هيك مثلاً بيقول لك بتروح عليه قال بأنشن على كل صفحة بيجي بوقع البائع والمفوض من التوقيع. ولا كذا أنت الأدفايزر استعوني موقعين أنا ما فيش داعي أقرأ. موقع على طول. صحيح. شفت مواقف خربت التوقيع. نعم. واو. للأسف 100% صفاء أني أفضل شيء طبعا. أستاذ خوالد، إيش نصيحتك للشباب والرياديين اللي بيفتحوا شركات وبدهم ينتقلوا اليوم من موضوع الفكرة البسيطة أو المشروع البسيط لإشي تحت غطاء تشريعي زي ما حضرتك حكيت، شو نصيحتك لهم؟ أول شيء إنك تكون ريادي أو صاحب مصلحة مش بالضرورة يكون عبارة عن فكرة، بدها قوة شخصية طبعا، بدها توكل على ربنا تمام، وبده يعرف انه رزقه من رب العباد وليس على العباد، بده يدرس الموضوع بشكل صحيح جدا، بده يشوف اوكي انا قادر اني اطبق فكره بس بقدر اروجها. تعرف مش مثل بقول لك بدك يدين لتزقف ايد واحده ما بتزقف طبعا تمام، مو مش بس موضوع فكره، الموضوع اكبر من هيك، موضوع اكبر من انك انت تقدر بس انك تخترع شيء او يكون او تعمل برنامج، بدك تسوقه، بدك زباين تمام، مش ضروري انك هاي شفتها كثير مشاكل فيها الرياديين ويقول لك انا بدي اجيب واحد بارتنر، مش ضروري تجيبوا بارتنر، ممكن تعطيه تارجت بونس تمام. واي حدا بتتعاقد معه حافظ على موضوع الكونفيدنشاليتي، انه يكون في بينهم سريه، بنود سريه خطيه عقديه. اوكي تمام، عشان هاي عباره بالاخر ماني از ان ايديا، انت بفكره ممكن تسوي ملايين صح، ما تكونش عن غيرك بس تكون عندك، ممكن غير انت ما تعرف تطبقها غيرك اسمها يروح يطبقها صح. فالمفروض انه لما يعني استعانوا قضاء حوائجكم سروا الكتمان، ادرس موضوعك، اذا انك انت شفت انك تقدر تطبقها خذها على نيكست ستيب، ادرس تكلفتها قبل ما تفكر تاسس اي شركه طبعا، لانه اسس شركه انت دخلت عالم ثاني صح، بدك تعمل دراسه جدوى. نعم. وخطه عمل صحيح 100% وبزنس بلانس ويسوق ويدرس السوق بجديه. بعرف ناس رياديين ناجحين في الاردن، بجوز تشوف الحلقه هاي راح يعرف اني بحكي عنه، بجوز بده يصير له سنه في السعوديه، اسس في السعوديه ما شاء الله، طلع سياحه. واو. طلع سياحه واسس في السعوديه وخلص، بس درس السوق السعودي كويس. حلو. ويعني تخيل عمان غير العقبه عندنا. حلو. عمان سوق عمان غير سوق العقبه صح، وغير سوق مثلا فلسطين طبعا، غير سوق الامارات طبعا، كل مكان إلها ناسها. اوكي. حتى تشريعيا طبعا، عرفت كيف احنا نختلف، احنا بالاردن يونيك الحمد لله عن الوطن العربي كله، وين ما تدخل لك ناس هناك ممكن يجيك واحد هندي ما بتعرف بالضبط، فبده يدرس الموضوع من كل جوانب، تشريعيا قانونيا ضريبيا لوجستيا، شوف الدعم اللي عنده. أستاذ خوالد أنا كثير بشكرك على هاي المعلومات القيمة. الله يخليك. اللي بدها وقت أكثر من هيك للأمانة عشان الواحد يكون ملم فيها ويضله بالسيف سايد، لكن بتمنى أنه يقدرنا نعطي طرف الخيط للمشاهدين الرياديين، أي شاب صبية حابين يفتحوا مشروع، وشاكر لك وقتك معنا. شكرا لكم للاستضافة. أعزائي المشاهدين خليكم معنا بفقرة شو استفدنا اليوم عشان نعرف شو اللي استفدنا. من أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة، جت كانت دوما إلى جانبكم، همها سلامتكم ونقلكم، لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى. سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين،
لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا. يا جماعة شو استفدنا اليوم؟ استفدنا أنه ممكن تكون دارس علم حاسوب، اشتغلت بشركات كبيرة ومتعود أنه تروح على مكتبك أو تداوم على مكتبك تضلك تبعت إيميلات وتحكي تليفونات، وأنه أنت موظف لك راتب تأمين صحي مرتاح بكل التفاصيل، في ناس عم بتفكر بالأشياء الثانية عنك، وبالأخير تحولت لشخص صاحب فكرة صاحب مشروع لمجرد أنك لقيت حاجة بالسوق، زي ما عملت رموز صادق لقيت الاحتياج اللي خلاها تعمل شركة مرايتي اللي اليوم موجودة بالأردن وبالقاهرة وبإذن الله رح تنوجد بالعديد من الأماكن الثانية. استفدنا أنه اليوم أنت لما تكون ريادي وتبدأ بفكرة على قديش هي حلوة ما تفكر أنها رح تنجح بكل بساطة، بدك تحط فكرة واحتمال أنه أنت رح تنزل على السوق بإيدك، ممكن تسوق بموظفين، ممكن تعمل أشياء بيعملها موظف ما عندك كان بالزمانات يأخذ 250 راتب، ممكن تعمل شاي وقهوة، ممكن تعمل محاسبة، ممكن تعمل كثير أشياء مقابل أنه فكرتك تنجح. ودائما شو ما كان في تحديات زي اللي صار مع ضيفتنا رموز لما حكت عن موضوع الكورونا، كيف قدرت تتجاوزها وكيف قدرت تلاقي منتج بدل خدمة شركة مرايتي، وهذا اللي خلاها اليوم تستمر. لما صارت المصيبة ومشكلة كورونا العديد من الشركات واجهت مشاكل، بس قلة قدروا يلاقوا طريقة انهم يستفيدوا منها. برضو استفدنا من المحامي خويلد حميدان كيف تفتح شركة، شو هي المؤسسة الفردية، شو بتفرق عن المسؤولية المحدودة والعديد من انواع الشركات الثانية، شو اجراءاتها، في اشياء بتكلفك سعر كثير رخيص عشان تفتحها بس بترتب عليها اشياء معينة، في اشياء بدها شوية تعب زيادة بس ممكن تريحك لقدام، شو أهمية أنه يكون دائما معك مدقق عشان يدقق على حساباتك ويكون عندك محامي عشان يحميك بهاي الزوايا والتفاصيل، لأنه بالنهاية إحنا ما بدنا الريادي يبعد عن تفاصيل ما إلها علاقة بطبيعة شغله. الهدف الأساسي تركز بفكرتك، تركز بالإشي اللي بدك تقدمه للناس، وخلي الأشياء الثانية للي بيفهموا فيها واللي بيعرف فيها عشان يريحوك. وعلى جميع الأحوال وكالعادة لازم تبدأ اليوم عشان يكون بكرة إلك. تابعونا بالحلقة القادمة. A1 TV